معلش لو لو حضرتك فاتح التلفزيون وطيه او ابعد عنه. طيب الخط قطع معانا. محمد من الجيزه، الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. كنت حابب اعمل مشاركه مع الدكتوره في الموضوع اللي احنا طرحينه النهارده. ايوه اتفضل. على التحرش بتاع الاطفال ده يا فندم. اتفضل. المفروض الناس، انا بوجه رساله لاي واحد بيعتدي على طفل طفله، ان حرام عليه. الناس تخلي عندها ضمير شويه، والاخلاق اتعدمت يا فندم، والمواقف الاباحيه كترت، والمواقع الالكترونيه كترت. ده صحيح. ده اللي برضه بيزود الموضوع ده جامد جدا. انا رسالتي لكل واحد يعني بيقتل طفل او بيقتل طفله في الموضوع ده، اتقي ربنا، وحرام عليك، حرام عليك. المفروض نتقي ربنا شويه ونرجع كده للاخلاق زمان زمان. انا عندي 35 سنه، انا بتفرج على افلام حضرتك في الستينات، والافلام القديمه بتاعت انور وجدي، الناس القديمه ديت. أيوه. بتشوفي البنات والحريم كلهم، يعني حتى المعاكسات كانت بتبقى بلوك طبعا شويه. كان في فعلا اخلاق، يعني ويعني حاجه اخلاق، وكان في حشمه، كان في رقي، كان في رقي، كان في رجوله يا فندم. ايوه صح، ورقية زي ما حضرتك بتقولي. انا صوتي مع الدكتورة ايمان اللي مع حضرتك يا فندم، ان اي حد يحصل معاه حاجة زي كده من طفل، يروح لوالده او والدته او اخوه ويبلغه، ويقول له انا حصل من المدرس كذا، انا حصل من الفراش كذا، انا حصل من بتاع، انا بتكلم في الكرة كمان وفي النجوة. للأسف يا فندم الموضوع ده تفشى في المجتمع المصري، من انعدام الضمير والدين والاخلاق للاسف. وان شاء الله ربنا يعني ينحصر بجهودكم كلكم، كل واحد يعني دايما اللي اتعلم حاجه يقولها للتاني. ويا ريت حتى يعني الفقره اللي هي بتاعت الدكتوره ايمان عزت النهارده تتشير والناس تشوفها، عشان الناس تستفيد منها كتير. يعني اشكرك جدا.